الفيديو برعاية ستور جيمز تو ايجيبت. السلام عليكم. أبطال أساسنز كريد هما أبطال بين الخير والشر، أبطال كل هدفهم هو السيطرة على العالم وتدمير الطرف الآخر من النظام، أبطال أثروا في حياتنا ورفعوا من معايير تفكيرنا، أبطال حبيناهم وتعلقنا بيهم وتعاطفنا معاهم وعشنا في عالمهم وفهمنا أهدافهم وزعلنا جدا على فراقهم. لذلك تعالوا نتعرف على أعظم 10 أبطال من أساسنز كريد. الفيديو طويل شوية لكن صدقوني يستحق، وأنا ما حبيتش أني أبخل على المشاهدين، لذلك أتمنى تشوفوا الفيديو كله وتعملوا اشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات وتشيروا الفيديو. إيتزيو ألديتوري. خلينا في الأول نتفق إن يوبي سوفت مستحيل يعرفوا يقدموا شخصية جديدة بقوة إيتزيو، فتطور الشخصية العظيم من بداية حياته لحد انتقامه لأهله واللي ماتوا قدام عينه وهو قليل الحيلة، واللي ده حسسه بذنب كبير إنه وثق بالخونة، مما يخلاه إنه يستفاد من قدراته كأساسن، ثم السيطرة على روما وتكوين الأخوية للدفاع عن حقوق البشر، ثم البحث عن حقيقة أجداده في قسطنطينية اللي جده الطاير رسمها له من 3 قرون، وأخيرا مأساة نهاية حياته. فاللاعب بيعيش من حياته من البداية للنهاية، كل رحلة هنا ثابت شيء فريد في عقل اللاعب، ثابت أثر وليجاسي، ثابت مشاعر وقيم ومعاني. إيتزيو ألديتوري ببساطة هو اللي خلانا نحب لعبة أساسنز كريد. إيتزيو هو ببساطة جوهر أساسنز كريد. إيتزيو بيتبع نفس أهداف جده الطاير، الاتنين عندهم نفس الدوافع والأهداف، الاتنين فقدوا أحبابهم، الاتنين معلمين عظماء وهدفهم هو إنقاذ البشرية. فبناء شخصية إيتزيو والعمق في كتابة الشخصية وكتابة أهدافه ودوافعه، وده عكس شخصيات كتير أهمهم زي أرنو، جيكوب وحتى إيفر، فبالرغم إنهم أساسن ولكنك أنت هنا مش بتحس إنهم أساسن أو إنهم مهتمين بالعقيدة ومش بيهتموا بنقطة إن مصير البشرية متوقف عليهم. لذلك إيتزيو شخصية فريدة، فبالرغم إن هو في حضارة متأخرة ولكن كان حاسس إن في حد بيراقبه، حد بيحاول يتواصل معاه علشان يحذره من خطر محاصر الأرض. ولما التاير الأساسن العظيم لمحله ده، ثم مينيرفا اللي حذرت ديزموند من خلاله، هنا إيتزيو انتبه وحاول إنه يهتم لمصير البشر وإنه يعمل كل اللي عليه علشان خاطر يمنع الخطر ده. والأهم لما قابل جده ألتاير وكمية العواطف والمأساة في المشهد ده، مشهد أسطوري ومليء بالحب. التلميذ لما يقابل أستاذه ويتفوق عليه، بطل عظيم لما يقابل بطل أعظم، وثم حواره مع حفيده ديزموند بطريقة غير مباشرة، هنا إيتزيو اتأكد إن نهايته وهدفه اكتمل ويقدر يعتمد على ذريته. لذلك ألتاير، إيتزيو، ديزموند هم الأبطال الفعليين للسلسلة، وإحنا فعلا اتعلمنا منكم الكتير واشتقنا لكلماتكم وأفعالكم اللي هي اللي بتصبرنا على الكوارث اللي صابت السلسلة. إيتزيو، عمري ما أقدر أنسى كلماتك الأخيرة، الحرية والوقت والحب، ولا قدرت أنسى أفعالك النبيلة، الرحمة اللي بتحطها لأعدائك اللي دمروك ودمروا عيلتك، خطابك في الساحة اللي مليان معاني عن الخيانة والصداقة والانتقام اللي بيسيطر على عقل الواحد، والحكمة والحرية. فتخيل لما لعبة تخليك تحزن أو تدخلك في حالة نفسية لأنك مش هتقدر تعيش في عالم الشخصيات دي تاني، مش هتسمع منهم حواراتهم، وللأسف الشخصيات تخلوا عنك، فأنت بتحس بقيمتهم، بتحس بعواطفهم، بتحس بمأساة لما العدو يسبقك وياخد منك الشيء اللي هيستخدمه ضدك لتدمير البشر. فأنت هنا بتبقى محتار مين الصح، أنا الأساسن ولا أنتم التمبلر. الحزن، الفرح، الموت والحياة، كل المعاني الجميلة والبائسة تكمن في حياة الأبطال. لكنتك الإيطالية، كلمتك اللي بتقولها لما بتموت كل شخص أذاك، كل ده إرث سبته لينا إحنا وعمرنا ما هننساك، فأنت عايش في قلوبنا. جونو. إحساس صعب لما تنصدم وتشوف إنك أنت كنت بتساعد الشخص اللي هيدمرك. جونو من أذكى الشخصيات الشريرة اللي قابلتهم في لعبة. جونو من البداية وهي بتلعب علينا وإحنا للأسف وثقنا بيها وسلمناها الأرض والبشرية على طبق ذهب وسيطرت عليهم،
جونو شخصية مخدعة، فهي خدعت حتى بني جنسها الحضرة الأولى، وهي أكتر شخصية بتكره البشر، فكانت بتستعبدهم تحت قوة الأبلوفيدين، وثم راحت لديزموند ولعبت عليه ووهمته أنه لازم ينقذ الأرض، ولكن ما قالتلوش أنه لو لمس الجهاز فده هيخلي جونو تسيطر على العالم، وتركته مش عارف لحد ما جات مانورفا وفهمتنا أغرب شيء. فانت بقالك رحلة طويلة بتساعد العدو انه يسيطر على العالم ويدمرك ويعيشك في استعباد من تاني، فتخيل الجحود والكره اللي عند جونو لبني البشر. وده شيء مش غريب عليها، لان ابو جونو الملقب بساترون اتقتل على ايد واحد من البشر، ومع ذلك بتلاقي جونو ما كفهاش كل اللي هي عملته في فتك البشر، ولكن كمان هي صنعت السيج بمساعدة من احد الاشخاص الغير متوقعين وهتكلم عنه في النهاية. فهي صنعت الحكماء اللي بيتولدوا وعندهم ذكريات جوزها ايتا اللي مات، والحكماء بيساعدوها في انها تحكم العالم، وهم مستعدين انهم يموتوا علشان جونو تكتمل خطتها. ولكن قصة جونو انتهت بطريقة ساخرة، وهي غلطة الشاطر بألف. فانت كل خططك وعقلك الموزون وشرك اللي يستحيل الاحترام، ولكن جه عيل صغير قتلك. فانت طوال عمرك ما وثقتيش بأي حد، ويوم ما وثقت بالطفل الملقب بإليجا ابن ديزموند مايلز فهو اللي قتلك، وده أقل شيء تستهليه مقابل الصفعة اللي وجهتيها لينا. ولكن كان ممكن تسمعي مقولة الروائي ليو تولستوي: لما تشعر برغبة السلطة فانعزل لوحدك لشوية من الوقت. طبعا قصة نهاية جونو مش موجودة في اللعبة، وهي فقط اتعملت في الكوميكس. التاير ابو الاساسن، لان التاير هو بداية السلسلة، وبسبب جوازه من ماريا فهي اطلقت العنان ان نسل وذرية التاير تروح لمناطق وحضارات مختلفة. التاير بطل استثنائي عمره ما خاف من شيء، انظلم ولكنه ما ظلمش، انظلم علشان هو فقط اللي اكتشف الحقيقة، حقيقة الخيانة، الخيانة اللي زعزعت الثقة وخلت المعلم الشخص الغامض، المعلم رشيد الدين سنان اللي جرد التاير بكل انجازاته وفجأة خلاه بلا انجازات ونكرة. ولكن هنا احنا بندي تحية عظيمة للمعلم وطريقة بناء شخصيته وسعيه للقطع الأثرية واستخدامه لقوة الأبلوفيدين، شخص يستحيل الاحترام بالرغم انه خاين، حكيم وقائد ذكي وفضل السلام عن الحرب. ولكن يا معلم لو عايز السلام فاستعد للحرب. ولكن طبعا صعب انسى كلمتك الجميلة اثناء لحظاتك الاخيرة: التلميذ لا يهزم معلمه. ولكن من الصعب تكون بنفس دهاء وذكاء التاير اللي حرق جثة المعلم للتأكد ان دي هي الجثة الحقيقية. التاير او الملقب بالعربية الطائر ابن لا احد، انت اللي علمتنا جملة nothing is true، واللي معناها انك ما ينفعش تصدق اي شيء يتقالك، وممكن اعدائك يوهموك ان في خاين بينكم ويحاول يقنعك، ولكن بتبقى مجرد كذبة لنشر الكذب والفوضى وانعدام الثقة بين الاساسين. اما everything is permitted ففكر في العاقبة قبل ما تتخذ اي قرار، كلمات حكيمة ما تتقالش من فراغ. ولكن طبعا التاير مع الوقت بقى عنده معرفة واسرار الحضارة الاولى، وقدر يصنع سلاح حديث بفضل الكتب اللي كان محتفظ بها المعلم، والمعلم من الممكن يكون واحد من السيج لانه عنده العلم والمعرفة، ولذلك التاير اخد منه كل الاسرار اللي كان محتفظ بيها وبدأ انه يوجهها في الطريق الصحيح، ولكنها المعرفة دي كانت السبب بانه يخسر عائلته. ولكنك انت يا التاير اللي علمتنا نفكر في العقاب قبل القرار، وانت اخترت انك تمتلك القوة والمعرفة، ولكن اكيد التاريخ مش هينسى لك تضحياتك واهدافك. فانت اللي رسمت رحلة ايدزيو، انت اللي خليت ايدزيو يخوض مغامرة شاقة في القسطنطينية للبحث عن القطع الاثرية اللي فيها ذكرياتك، وهنا احنا عشنا ذكريات داخل الذكريات، ذكريات بطل اسطوري داخل ذكريات بطل اسطوري اخر. لذلك التاير لو كنت استسلمت ورضيت بالامر الواقع فإيدزيو عمره ما كان قبلك، لقاء العمالقة والاساطير، لقاء الابطال اللي ضحوا بنفسهم للعالم. التاير لما اتأكد ان هدفه اكتمل وحان الوقت لبطل جديد يكمل الرسالة، فراح على مكتبته وانتظر الموت يجيله. ادوارد كينوي، خليني الاول احترمك وارفع لك القبعة انك ما استمرتش بالغلط وقدرت انك تتدارك نفسك. صدقني خسارتك لعز اصدقائك وحبائك خلتني ابكي من جوايا وانت بتتخيلهم كصحبة، وبسمعك من جوه قلبك بتقول لهم انا اسف يا اصدقاء انكم متوا وانا عشت لوحدي، ولكنك انت اللي عايز الشهرة والمجد، ودول لهم تمن يا صديق العزيز، يا اكتر شخص خسرت وعانيت في حياتك. فانت مت صغير، ذريتك كلها حربت بعضها وقتلت بعضها البعض،
دي ضريبة المجد، وزي ما قال الأسطورة ذو اللحية السوداء، في عالم خالي من الذهب فممكن نكون أبطال، ولكنك أنت أكيد بطل، ولكن بطل اتأخر في لعب دور البطولة، ولكن الطريق الصحيح كان في انتظارك، ولكن للأسف أعدائك حتى استكتروا عليك الطريق الصحيح وقتلوك، وانت ملحقتش تشوف ابنك بيكبر، وابنك هيثم اتاخد منك وتم غزيل دماغه، وأعدائك سيطروا عليه وخلوه يقتل اي شخص بيحمل معتقداتكم. هيثم كنوي، ادوارد بيعتذر لك انه ما قدرش يحميك ولا يحمي اختك اللي اتباعت كعبيدة في دمشق، وادوارد اكيد ندمان انه ضيع نص حياته في السعي ورا حلم فاشل ويبعده عن احبائه، ولو رجع به الزمن فاكيد هيصلح كل اخطائه الماضية. للأسف موت إدوارد لخبط حاجات كتير، لأنه خلق عداوة بين كونر وهيثم، خلق أحداث كتيرة تسببت بمقتل أشخاص كتير يهمهم صلاح المجتمع، خلق حلقة متواصلة بأن مساعد إدوارد أديوالي اللي كان صديق شاي باتريك، وشاي باتريك يقتل تشارلز دوريان أبو أرنو، وثم هيثم أصاب أكيليز في رجله علشان بعد حوالي 20 سنة أكيليز يدرب ابن هيثم، وطبعا كونر يقتل هيثم. مصائب ضخمة عملتها في حياتك يا إدوارد، ولكن احنا عارفين انك شخص نبيل وما كانش مخطط ان كل ده يحصل، لذلك إدوارد هو اساس احداث أساسنز كريد، لانه هو ربط الاحداث كلها ببعض، هو الجد اللي مسخ خيوط الاحداث. طبعا قصة إدوارد كينوي ونهايته هي فقط في الكوميكس، وجزء بلاك فلاج ما تكلمش عن نهايته، وبصراحة احيي كاتب الاحداث دي، وخلاني اشعر بالحزن اكتر ان السلسلة ما بقتش كتابتها واحداثها قوية. هيثم كينوي بطل ما اخدش كامل دوره في اللعبة، ولكن هيثم ماشي بمبدأ عدو عدوي صديقي، الطريقة اللي رحب بها بشيء لما انضم معاه، ولكن هيثم شخص عجيب لا يصدق، فهل ممكن تقتل ابنك علشان فقط قرر انه يمشي في طريق غير طريقك؟ ولا حتى كونر، هل معقول تقتل ابوك فقط لانه اضطر انه يمشي في طريق مش طريقه؟ فين الرحمة يا ايها الاساسن؟ فين حرية البشر اللي بتأمنوا بيها؟ هيثم ما اختارش انه يتربى كتمبلر، هو ما كتبش مصيره، ولكن شخص اخر كتبه له، ولكن يا كونر انت حربك مش مع ابوك هيثم، ولكن حربك مع اللي واقف خلف هيثم، ولكنك انت تربيت على العنف والدموية والوحشية. من الصعب تفهم معاني الكلمات دي. هيثم انا مقدر طفولتك الصعبة وانك اتحرمت من اهلك وعشت مع ناس مختلفة عنك تماما وبيأمنوا بمعتقد مختلف، ولكنك انت اللي اخترت تمشي في طريقهم، وما قدرش الوم ابنك، فانت يا هيثم فتكت في الارض وتسببت بمقتل عشيرة ابنك بدون علمك، ولكن صدقني انت كان في ايدك تختار الخلاص، ولكن خطابك ومناقشتكم وفلسفتكم مع بعض كانت من احسن اللحظات، فانت هنا بتحتار تكون في صف مين. الاتنين كلامهم مقنع، انتوا الاتنين اتربيتوا على الوحشية وعلى عدم وجود اب يحتضنكم، اتربيتوا على كره العقيدة الاخرى بدون ما تفهموا بعض، اتربيتوا على الكره والحقد لأي حد يختلف معاكم، ولكن كل طرف بيحاول يجذب الآخر علشان يقنعه ويخليه حليف له، ولكنكم يا أبطال الأعزاء نسيتوا أن هدفكم عمرها ما هتتحقق، فكل واحد فيكم عايز السلام، وانتوا الاتنين بتحاربوا باسم السلام، ولكنكم خربتوا السلام بدون ما تشعروا، وكل هدفكم حكم العالم بالقطعة الأسرية، فهل أهداف الأساسنز نبيلة أم أهداف التيمبلرز؟ وطبعا أهداف وخطة جونو اتحققت وخلتكم تحاربوا بعض، وديزمونت المسكين خسر حياته بسبب الإيمان بأهداف والشعارات الكاذبة، ولكن أكيد عمري ما أقدر أنسى لحظاتك الأخيرة يا هيثم كبطل ظلم التاريخ، بطل كان يقدر يغير المصير. صدقني لو كنت أقدر أختار إن أرفض قتلك فكنت رفضت، ولكن ما في باليد حيلة، لازم تموت، فالأبطال القادة اللي زيك كانوا محتاجين فرصة لتصليح ما بدر منهم، وأنا متأكد لو رجع بيك الزمن وكان عندك حرية الاختيار فأكيد هتبتعد بقدر الإمكان وهتقضي كل الوقت الفاضل من عمرك مع ابنك، ولكن كلماتك الأخيرة أثرت فيا جدا، وطريقتك الشجاعة في تقبل الموت وعدم الخوف منه، وإعجابك بصفات ابنك وفخرك فيه إنه طلع صلب زيك وبيمتلك صفات الأمانة والقوة والشجاعة والولاء، ولكن كلمتك الأخيرة عن إنك كنت لازم تموت ابنك من زمان، فالمقصد منها طريقة غير مباشرة للتعبير هيثم بإنه حزين على الوقت اللي ضيعه بدون ما يتعرف على ابنه، وما كانش عنده الوقت إنه يترابط بابنه وإنه يفتخر فيه، والجملة دي معناها كمان إن هيثم هو اللي خلى كونر يقتله، لأن هيثم لو كان عايز يقتل ابنه أو لو هو بيكرهه وما عندوش رحمة، لكن هيثم نقذ أخته من إيد السلطان الدمشقي اللي كانت خدامة في القصر، مع إن أخته كانت بتكره أخوها هيثم وهي أخته من أم تانية، ومع ذلك نقذها، فتخيل لما يكون ابنه هل هيقتله علشان اختلف معاه؟
ما اعتقدش، هيثم شخص حكيم، ولكن احنا اكيد زعلانين على مصيرك ده، ولكن اكيد كونر في النهاية فهم ابوه وحتى ندم على قتله بعد ما قرأ مذكراته. يا خسارة يا يوبيسوفت، انا حزين لحال السلسلة اللي وصلت له. فين ابداعكم بالقصص والكتابات؟ فين روح وعمق الابطال؟ شاي باتريك الاساسن المنشق. احساس صعب ان يكون بقالك سنين بتحارب في صف الاساسن وتكون مقتنع بكل كلمة بيقولوها وبكل شعاراتهم، ولكن الصدمة لما تكتشف ان كل ده كذب وانهم هما حتى مش بيأمنوا باهدافهم وكلها طلعت شعارات فارغة بتتقال ساعة الحماس. يا للصدمة. فحماية البشر مش المفروض هي اهداف الاساسن، ولكن الاساسنز عرضوا حياة ابرياء للخطر واتسببوا بموتهم فقط علشان السعي وراء القطع الاثرية، وده خلى شاي يتجنن تماما ويتصدم في الاخوية. لذلك ده معناه ان الاساسنز والتيمبلرز هما صح وفي نفس الوقت خطأ. الاساسنز عايزين الحرية وبيستحكروا السيطرة وبيتمنوا ان العالم كله يبقى حر وان البشر يقدروا ياخدوا قراراتهم من غير ما شخص تاني يحكمهم بشكل غير عادل، وده شيء كويس لكنه خطير. الحرية معناها نشر الفوضى وده هينهي النظام، ولكن التمبلرز عايزين النظام وبيحتكروا الشر وبيتمنوا انهم يقدروا يوقفوا الجرائم وتوحيد كل البلدان وتشكيل نظام وحكومة تعامل جميع البشر بشكل عادل، وده شيء كويس، ولكن كثرة السيطرة وتضييق الخناق على البشر بحيث انهم ما يقدروش يتصرفوا زي ما هم عايزين ومقيدين بمعنى اصح، وده هيخليهم يخسروا حريتهم، وبالطريقة دي مش هنبقى بشر، فما فيش صح او خطأ. وزي معشر البشر وزي طبيعة البشر اللي اتولدنا بيها، ففي اساسنز كويسين وتمبلرز كويسين، وفي برضو تمبلرز واساسن سيئين وطمعين واستخدموا العقيدة فقط لتحقيق اهدافهم. فكل عقيدة عايزة تحتفظ بالعالم لنفسها، ولكنهم فقط بيحطوا شعارات. لذلك الاساسنز والتمبلرز هيفضلوا يخوضوا الصراع ده للابد، وده هيخليني من الصعب اختار جهة وهيكون معاها، لان في الحالتين هبقى مخطئ. الحرية المطلقة هتودي للفوضى والنظام هيودي للطغيان. النظام يعني سيطرة الحكومة على كل شيء، والحرية معناها الخروج عن القانون، فلازم يكون في توازن وطريقة مختلفة للتوحيد. فما ينفعش يا اعزائي الاساسنز والتمبلرز انكم تطالبوا بالسلام وانت اول ناس بتحاربوا بعضكم البعض. فانا لست فارس ولا امتلك عقيدة، وزي ما قال نيلسون مانديلا، لكني ساقاتل من اجل عالما افضل. ديزموند مايلز الامل الاخير لانقاذ العالم والبشرية. ديزموند هو شاب ما كانش مهتم باي شيء في الدنيا وكان عايش وخلاص، لحد ما فجأة حياته بتتغير تماما وبقى عنده هدف، وبقى بيآمن بوجود عقدتين اهدافهم عكس بعض وتم خطفه علشان يتم مشاهدة ذكريات اجداده، ودول هم اللي غيروا شخصيته وخلوه يبقى شخص يعتمد عليه. فتطور ديزموند من شخص بلا قيمة لشخص انهى حياته لانقاذ العالم، فهو ده البطل الحقيقي، البطل اللي عمل الشيء الصحيح. وبالرغم ان ده خلى جونو تسيطر على العالم، ولكن سيطرتها ما زادتش العالم زي ما احنا كنا متوقعين او زي ما مينيرفا حاولت تصور لنا، وانما لما نقض العالم فالبشرية عاشت واستمرت وتم كتابة فصول جديدة في حياة عالمنا الحالي. ديزموند مايلز العالم هيفتكرك كبطل، ولكن للأسف العقائد ما استفادوش اي شيء من رسالتك دي واستمروا بحروبهم مع بعض. ديزموند ضحى بنفسه علشان يعطينا الامل والمستقبل، وهو الحفيد اللي ربط كل الاساسنز ببعضهم وتعلم منهم القدوة، ولكن ديزموند مايلز بريء من كل اساسن وتمبلر غرضهم كان نشر الفساد وتخويف المواطنين، فالصراع على القطع الاثرية خلق دمار بين الاتنين، ومع الاسف الابطال بتصارع على القطع الاثرية وبتمررها على مدار الاحداث لابطال تانية لحد ما توصل القطعة للعالم الحديث واللي هياخدها اما التمبلر او الاساسن، وصراع تاني مختلف باسم الإنسانية وباسم حرية البشر. كل عقيدة بتحارب لأجل قيم ومبادئ وشعارات فارغة. الأساسنز عايزين يستولوا على القطعة الأثرية لأجل الحفاظ عليها من إيدين التمبلر، وثم التمبلر اللي عايزين يستولوا على القطعة مقابل السيطرة على عقول البشر، ثم جونو اللي هي كمان بتحارب لأجل مصالحها، وكلهم لصوص وخانوا البشرية وخانوا شعارهم جشع القطعة الأثرية اللي غيرت مبادئهم وخلتهم يصارعوا بعضهم عليها. ولكن إيدزيو قالها كحكمة، يجب أن لا نتخلى عن القتال لأن لو تخلينا عنه هنخسر. بايك من سيوا الأساسنز والعقيدة مدينة ليك، وبايك وآية
هم اللي كونوا عقيدة الاساسنز باسم هيدن وانز. بايك اتظلم واتدمر نفسيا، فهو عايش حياة بسيطة، ولكن الشر والخطر هو اللي جه لحد عنده بدون ما يختاره، والشر ده كان السبب ان بايك يكون عقيدة الاساسنز. والفكرة دي جات له لما شافوا ان التنظيم كان عامل عقيدة تانية، فكان لازم يصنعوا عقيدة مختلفة، ولكن الانتقام خلى بايك اعمى وخلاه يتعاون ويساعد التمبلر وحطهم على العرش وخلاهم يحكموا، وده علشان تموت التمبلر اللي ازوك. بايك انت صنعت شيء من لا شيء، بايك انت بطل ولكن بطل غير حكيم همجي، ولكن انت معشتش علشان تسمع حكمة التاير. عقيدتنا مش بتأمرنا نكون احرار، ولكن بتأمرنا نكون حكماء، وللأسف فانت ما عندكش نفس دهاء وذكاء وحكمة آية اللي العالم كرمها، وللأسف رفض انه يكرمك او نسيك بمعنى اخر، لانك بطل غير حكيم بالمرة. فالتماثيل في فيلة عائلة الدوري كرمت الابطال الاساسنز الحقيقيين. العالم نسيك يا بايك من سيوة، ولكن من المستحيل ينسى شجاعة آية كتاني اساسن تستخدم التخفي، وقتلت كليوباترا السابعة بالسم، وقتلت يوروس قيصر البطل العظيم المغرور. اما انت يا بايك عملت ايه؟ اتحالفت مع الشيطان والشر علشان توصل للأكتر شرا، اتسببت في مقتل ناس أبرياء مقابل الانتقام. إنما آية أو آمونت هي اللي فعلا كونت عقيدة أساسن، وهي اللي وسعتها. وطبعا كاساندرا ليها كل الشكر إنها أنجبت ذرية طلعت منها بطلة زي آية، فآية نص يونانية ونص فرعونية، وهي البطل والمنقذ الحقيقي. ولكن طبعا ما ينفعش ننسى جهود داريوس ابن زرجزيز، داريوس المنشق من التمبلر، وهو أول أساسن عرفه التاريخ وأول من صنع الهيدن بليد وقاتل زيرجزيز. ولكن دفاعه عن كاساندرا بكل قوته علشان ما يصبهاش أي مكروه. كاساندرا ابنة العظماء فيزاغورس ويونايدس، الذرية صاحبة الدم والأسلاف المميزة. داريوس كان عارف إن يوم ما هيطلع شخص من نسله وذريته، وهيكون منتظره قدر ومصير كبير وهدف البشرية معتمدة عليه. نعم يا سادة، إنها البطلة آية من ذرية داريوس وكاساندرا، ويا آية انت البطل الحقيقي وليس بايك. إكلي سبجكت 16 اللي عاش حياة تانية بالرغم انه اصلا ميت. إكلي هو الشخص اللي دخل الانيمس قبل ديزموند، لكن إكلي تم استغلاله على الانيمس لدرجة انه بقى شخص مريض بيشوف هلاوس، وللأسف قرر انه ينتحر. ولما عرف انه يقدر يساعد غيره فما ترددش، لكن قبل ما يموت صنع منه نسخة ذكاء اصطناعي وحطها جوه الانيمس، وبعدها انتحر ورسم شوية رسمات في اوضته. وده كله عمله علشان يحذر ديزموند، بل كمان كلي لفت انظرنا لحاجات كتيرة، لان الرسمات اللي موجودة في عالم اللعبة لما بتستكشفها كلها، فدي كلها كلي اللي حطها علشان يفهم ديزموند من خلالها حاجات كتيرة عن القطع الاسرية. حتى الرسمات اللي موجودة في سجن ارنو فدي كلي اللي حطها. كلي كان يقدر يعيش جوه الحضارات دي. كلي انظلم وعاش حياتين، حياته كفار اختبارات وانتهت بمأساة، وحياة الظلام. إكلي انت البطل الغامض اللي عرفنا اكتر على عالم اساسنز كريد، اللي عرفنا اكتر عن القطع الاسرية وعددها وتنوعها. اكيد قليل اللي يعرف تضحياتك، ولكن التاريخ مش هينساك، واكيد من الصعب ننسى تحذيرك لديزموند عن جونو، وانه ما ينفعش يثق بيها، وان هي مش زي ما انت معتقد. للأسف يا إكلي نصيحتك اتفهمت بعد ما فات الاوان. باسم، قبل ما اكمل الفقرة دي، هنا في حرق لعبة فالهالا، لو ما ختمتش اللعبة فياريت تقفل الفيديو. بس الاول خليني اشكرك على المشاهدة واطلب منك انك تشير الفيديو وتقولي رأيك فيه. عموما باسم بطل عبقري، لازم بصراحة نحيي الشخصية دي. بصراحة باسم تفوق على ايفور بمراحل. ايفور شخصية سطحية ومتناقضة، انما باسم يستحيل الاحترام. باسم هو شخصية عاشت الم كبير ومعاناة. باسم شخصية غامضة طوال الوقت بيوريك الجانب الجيد منه، ان هو اساسا وشخص طيب، انما خلف الابتسامة الصفرة والمكززة دي المليئة بالخبز واللؤم فخلفها مصائب. باسم هو لوكي من الحضارة الاسكندنافية. انا عامة عملت شرح لقصة فالهالا واتكلمت فيها عن ده، ولكن احب افكركم تاني. لما اودن عرف ان في كارثة هتسبب دمار للارض وانهم كلهم هيموتوا، فخدع الموت، عمل تجربة علشان يعيش مرة تانية على الارض. التجربة دي شبه تجربة السيج او الحكماء اللي جونو عملتها، بل حتى اودن هو اللي خلى جونو تعمل تجربة الحكماء. اودن قتل الذئب في نرير، لان في نبوءة بتقول ان الذئب هيقتل اودن، فراح اودن قتله الاول. طبعا فينرير هو ابن لوكي، ولوكي منبوذ وممنوع يعمل التجربة دي معاهم، فاضطر انه يقتل حد علشان يعيش من تاني.
فلما عملوا تجربة الحكماء، أودن عاش كإيفر، تير عاش كسيجرد، ولوكي عاش كباسم، وده السبب ان دايما أودن بيكلم إيفر، لان أودن عايش جوه عقل إيفر. ولكن مع الوقت إيفر هيطرد أودن من مخه لانه مش عايز المجد ولا الشهرة. ولكن لوكي سيطر تماما على عقل باسم وتحكم فيه، ومع الوقت باسم هيكون عايز يموت إيفر لانه عايز ينتقم منه. وباسم بطريقة ما قدر انه يتنقل للعصر الحديث. باسم انت عشت لقرون وقرون، كل الفترة دي كنت بتزداد صلابة ولؤم وحقد، فانت حتى خدعت الشخص اللي عمره ما اذاك في شيء. باسم الحقد سيطر عليك تماما، ولكني لازم احترم دماغك ومخك وذكائك، فانت اللي كسبت وكلهم ماتوا. احساس صعب لما تشوف اصدقائك من نفس العمر او اللي المفروض يكون اصدقائك، فانت بتنظر عليهم وبتقول لهم انا اللي كسبت، انا اللي عشت في الحاضر، وانتوا فضلتوا في الماضي منسيين، فانتم راكضون تحت التراب. ولكني ما بكتش على الاحباب بل ضحكت عليهم. برافو يا باسم، انت اللي قدرت تاخد كل حاجة، القوة، الحكمة، الذكاء، وكل شيء انت اخدته. التاريخ مش هينسى انك عبقري، واكيد انت عشت على مر العصور وسمعت حكمة الطاير، التعلم معرفة والمعرفة حرية وقوة. انت باشا فعلا، وعمرك ما رضيت بمصيرك وكنت دايما الاذكى. واكيد سمعت نصيحة ديزموند مايلز، احذر من الطريق السهل، المعرفة تنمو من خلال التحدي. ولكن ميزة شخصية لوكي او باسم انه محير، فهو خسر ابنه الذئب اللي اتقتل، ولكن كمان اودن كان لازم يحمي نفسه. فلذلك هنا انت بتبقى محتار تتعاطف مع مين، ولكن الاكيد هتزعل على لوكي وهو بيحتضن ابنه الذئب، مما خلاه يخبي الكره والحقد والانتقام لالاف السنين. ولما خرج للعصر الحالي زار قبر ايفر وقال له انت مكانك في التراب والماضي والعالم نسيك، وانا مكاني الحاضر والمستقبل والعالم هيتذكرني للابد. قصة فالهالا كأسرار هي قصة حلوة فعلا، تقدروا تشوفوها لان في تفاصيل كتيرة مهمة عنها، هسيب الرابط تحت. عموما هو ده الفيديو، احب اسمع رأيكم فيه واتمنى تشيروه فعلا، هو اخد مني مجهود خرافي، فاتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتتابعوا صفحات على الانستجرام وتويتر والفيسبوك. كان معكم احمد السوري، see you next time.